لمزيد من التفاصيل حول الملف اليمني ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن عادل الحامدي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم سيد عادل. أسعد الله مساءكم بكل خير. بالتزامن مع تأجيل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث زيارته إلى الحديدة نظرا لتردي الوضع الأمني فيها، كيف تقرأ هذه التطورات الميدانية خاصة بعد الحديث عن فراج مرتقب للتوصل إلى حل سياسي؟ واضح الآن بعد التطورات التي تعيشها منطقة الخليج العربي أن هنالك توجهات لوقف أو لإنهاء أو على الأقل الوصول إلى تهدئة أو إلى وقف لإطلاق النار في اليمن والذهاب باتجاه حل سياسي يحفظ ماء وجه الجميع. التقارير الأولية تقول بأنه بعد إقرار طرفي المعادلة أي الحوثيين ثم التحالف العربي لوقف إطلاق النار، فإن المبعوث الأممي الذي زار العاصمة اليمنية صنعاء يوم أمس والتقاه بقادة الحوثيين يعتزم الذهاب باتجاه تهيئة المناخ لمفاوضات تستضيفها السويد الشهر المقبل. هل أننا نحن الآن على أبواب أو على أعتاب سلام وتهدئة حقيقية؟ أنا من الذين يعتقدون بأن السعودية التي تقود التحالف العربي الآن معنية بالبحث عن سلام وبتقديم ربما هدية غير مسبوقة للحوثيين وللمجتمع الدولي مقابل أن يتم تجاوز الأخطاء التي وقعت فيها والتتبعات الجارية بحق اغتيال جمال خاشقجي في قنصلية السعودية بإسطنبول. نتحدث ميدانيا عن مدى أهمية إيقاف القتال في الحديدة على المستويين السياسي والإنساني إن أمكن. بالتأكيد إيقاف القتال في الحديدة سوف يمكن هذا الميناء من جلب المساعدات الغذائية وأيضا الدواء لمستحقيه من اليمنيين الذين عانوا طيلة الأشهر الماضية من حرب غير مسبوقة أدت إلى مقتل وأدت أيضا إلى جرح الآلاف من اليمنيين وتهجير عشرات بل مئات الآلاف من اليمنيين من ديارهم. وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة وإعطائه لإشراف الأمم المتحدة كي يتم إنقاذ ملايين اليمنيين هذه تعتبر خطوة في الطريق الصحيح ترعاها الأمم المتحدة، وهي باعتقادي هي رسالة لإمكانية التوصل إلى سلام كما قلت لك يحفظ ماء وجه الجميع أي يحفظ مصالح الحوثيين ويؤمن لهم وجودهم كما يؤمن أيضا للحكومة الشرعية وجودها علما بأن الحديدة لن تكون هي الأخيرة وأننا الحكومة اليمنية التي تتحدث عن المرجعيات أعتقد بأن هذا الحديث وهذه الشروط ربما تجاوزها الزمن السياسي والأمني والاقتصادي وحتى الجغرافي كذلك، لأن ما يجري في عدن لا علاقة له بالمرجعيات أي أقصد مرجعية المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 2216. بناء على المعطيات الحالية للواقع اليمني، ما طبيعة الحلول التي يمكن التوصل إليها برأيكم خاصة في ظل الضغوط الأمريكية والبريطانية وكذلك الإعلان عن جولة مفاوضات جديدة في السويد؟ هنالك مخارج عديدة الآن يتم الحديث عليها. أول هذه المخارج أن الحرب لن تبقى خيارا قائما، بمعنى أن الرهان على الحل العسكري أصبح منذ الآن ربما خيارا ماضيا أو خيارا منتهي الصلاحية. الآن هنالك خيارات سياسية متعددة، الجنوبيون يقولون بأنهم معنيون بأن يكونوا شركاء في حوار على أرضية مغايرة تماما، وأن المجلس الانتقالي الذي تدعمه الإمارات العربية المتحدة أصبح أمرا واقعا لا يمكن تجاهله. الرئيس اليمني ومعه الحكومة المدعومة شرعيا ما زالت ترفض التعاطي أو التعامل مع المجلس الانتقالي كطرف. الحوثيون أيضا هم طرف سياسي يريد أن يكونوا شركاء في العملية السياسية. أعتقد بأن الحديث أو العودة إلى مخرجات الحوار الوطني والأقاليم الستة وغير ذلك ربما أصبح من الأشياء الماضية، ولذلك لابد من إبداع حل سياسي جديد يأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة على الأرض
ولا سيما وعلى رأسها مطالب الجنوبيين أو الميليشيات المدعومة إماراتيا في العاصمة اليمنية الآن مؤقتة عدن، وأيضا مراعاة مطالب الحوثيين، وأيضا أن يكونوا شركاء في العملية السياسية لا مجرد شهود على هذا الحل. على هذا الحل، في ظل رفض ميليشيا الحوثي لمختلف المفاوضات التي جرت في وقت سابق والالتفاف الدائم على الهوداني، لأي مدى يمكن أن يكون المضي في معركة الحديدة مفتاحا للحل السياسي في اليمن؟ هنالك قناعة الآن لدى مختلف الأطراف بما في ذلك التحالف العربي وحتى الحوثيين بأن أي منهما لا يستطيع أن يحسم الأمر عسكريا في الحديدة، وأنه لو كان بإمكان التحالف العربي أن يحسم الأمر في الحديدة ويطرد الحوثيين ويسيطر على عالمية الحديدة لكان قد استمر في ذلك. ولذلك الآن المجتمع الدولي تدخله وتوجيهه بعدم المضي في خيار الحل العسكري يفرض على الأطراف فرضا جازما التوجه إلى إبداء حلول سياسية. لذلك تم اختيار السويد، وأعتقد بأن الحلول المقترحة في السويد هو إيجاد نظام فيدرالي توافقي بين الأطراف مختلف الأطراف. ربما ما زال الحل الذي تراهن عليه أو ربما تذهب باتجاهه بعض الأطراف كالسعودية والإمارات والتخويف بين قوسين أو شيطنة ما يسمى بتجمع اليمن الإصلاح أو الإسلاميين باعتبارهم يمثلون هاجسا أو ربما بعبعا أو ربما طرفا يمكن أن يعطل هذا الاتفاق. أعتقد بأن محاولة الإمارات سيد عادل بالحديث عن هذا الحل لضيق الوقت، بالحديث عن هذا الحل وفي حال التوصل إليه، ما هي الضمانات التي تؤكد التزام ميليشيا الحوثي تحديدا بهذا الحل المرتقب في السويدة وفي غيرها من المفاوضات؟ علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن الحوثيين بدأ الخناق يضيق عليهم، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذت خطوات عقابية شديدة القسوة على أو ضد إيران، وأن الذين يقفون إلى جانب الحوثيين الآن يبدو أنهم أكثر ضعفا من ذي قبل. وبالتالي فالضمانة الأساسية لأي اتفاق سياسي يتم التوصل إليه هو الأطراف الدولية المعنية باليمن وعلى رأسها الأمم المتحدة ثم الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف الأوروبية الذين كانوا شركاء في الحوار من أجل اليمن. علينا أن نعلم أيضا بأن الأمم المتحدة وأن المنظمات الإنسانية كلها تشير الآن إلى أننا على أبواب كارثة إنسانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي، وهذا سوف يأخذ بعين الاعتبار كما قلت لك في السابق، سوف يأخذ بعين الاعتبار أن الذين يروجون أو يحاملون سيطرة الإخوان المسلمين أي التجمع اليمني الإصلاح وهم شركاء في الحل السياسي أن هؤلاء لن يجدوا لهم آذانا صاغية طالما أن هؤلاء. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي عادل الحامدي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.